في هذا الفيديو عن التعرفوا على صورة ما كتخليش الجن والشيطان يقرب لك في الدار. فابقى معنا وكمل الفيديو حتى الاخر ونطلب الله الشفاء الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم. أول شيء أبدأ به هو الصلاة والسلام على أطيب وأسرف خلق الله محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فعطر روحك وقلبك وفمك بالصلاة والتسليم عليه. طيب، أعد الصلاة عليه، عاود صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عاود صلي عليه مرة وجوج وثلاثة ومليون ومليار. إن صلاته رحمة ويقين على القلب، وإذا أردت أن تراه في المنام فأكثر من اسمه والصلاة عليه. أحبابي الكرام، كثير من الإخوة والأخوات يسمعون أصواتا في البيت، كثير من الإخوة والأخوات يسمعون أصوات في البيت، منهم من اللي كي مدابز عي مع راسه، يعني عنده خصومات مع ذاته ومع شخصه، منهم من عنده اكتئاب في البيت، منهم من عنده خوف وقلق وفزع في البيت، منهم من لا يرتاح أبدا في البيت. هذه الأعراض وكثير منها، ومنها أن يكون الضوء كما نقولوا بالمغربي ديالنا كيشعل وكيطفى، او البولات يعني كيتحرقوا. هذه مسائل تدل على ان هناك شيء اخر غير الانسان في الجن، ان هناك شيء اخر غير الانسان في الجن، فالواجب علينا احبابي الكرام الحذر منه والتقرب الى الله عز وجل لكي يذهب الشيطان وتذهب الجن خدام السحر. هذه العلامات تدل يا أحبابي الكرام على السحر والعين والحسد، والله أعلى وأعلم. ففي هذه المسألة، وهذه المسألة تدل على هذه الأمراض، لا بد لنا أن نبتعد منها وأن نعطيها مسافة للأمان بإذن الله جل وعلا. أول شيء نستعمله هو أن نتوضأ بإذن الله عز وجل، وقبل الوضوء يجب أن ننظف البيت من الثماتيل ومن الكلاب إن كانت الكلاب ليست للحراسة، ومن الصور التي تكون في البيوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال. أتكلم هنا عن البيوت. كثير من الناس تعاني وتعاني في الصمت، وهي معاناتها تفعلها بيدها، يعني يأتي بالصور الخليعة والصور الكثيرة يلصق على الحائط. هذه تجلب الشيطان. الفتاة التي ترقص أمام المرآة بالليل تجلب لها الجن. الفتاة التي تنام عارية، أقول عارية يعني ليس لها غطاء وليس أي شيء، هي تجلب الجن. وكثير من الإخوة والأخوات يعني ينامون ولا يقرؤون الدعاء النوم، هذا يجلبون الجن. المسألة سهلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي يبتعد منك الشيطان. مسألة الحمد لله سهلة. إذا الإنسان يحافظ على الدعاء، يحافظ على الصلاة، يحافظ على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبتعد. وهذه العلامات التي قلنا تدل على سحر في البيت، ومسألة السحر في البيت يجب لها علاج، أما بالرقية الشرعية عند راقي، أو يأتي الراقي إلى البيت، أو يكون العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. أول شيء هو أن نتوضأ، نأخذ قليل من الماء، نقرأ فيه ما تيسر من كلام الله عز وجل، ثم نرش به الباب، ثم نرش به الباب بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نذهب إلى الأركان المنزل، أقول أركان المنزل كاملة، يعني القناد ديال الدار كاملة إن شاء الله، نحط يدي على الركن ديال 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 الدار ونقرأ قلنا، ونقرأ آية الكرسي، الأركان كاملين، الرش بالماء
ونقرأ آية الكرسي، نرش بالماء ونقرأ آية الكرسي، ما فيها بس أن الحمد لله نأذن واحد 7 مرات، إذا كان رجل يؤذن بصوت مرتفع، وإذا كانت امرأة تؤذن بصوت منخفض بإذن الله عز وجل، يعني نأذن 7 المرات. هذه الطريقة استعملوها كثير من الناس وقد الحمد لله يعني ارتاحوا في بيوتهم. ربما انك منك تكون تحصن الدار ديالك بهذه الطريقه هذه، وكاين شي واحد فيه المس غادي يطيح، غادي تسرع يعني. فهنا ملي غادي تسرع خاصك تكون تذكي ولا تكون ذكيه، وانك انا ما تسوقش ليه يعني، ما ديهاش فيه، كمل التحصين ديالك وسير عنده، لان ديك الساعه الجن كيتحصر، الجن كيولي ديك الساعه في حاله رعب. ديك الساعه نمشي عنده ونقرا لي في ودنه ما تيسر كلام الله عز وجل. هذه الطريقه الحمد لله داروها الناس ونفعتهم، والقرآن كله شفاء، وهي طرق اجتهادية من شرع الله عز وجل، ليس فيها دجل وليس فيها شعوذة. الأصل هو الاجتهاد بأي طريقة شرعية خالية من السحر والشعوذة ومن المسائل الشركية، والله ولي التوفيق. أحبكم في الله، شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، إن الله ولي ذلك والقدر عليه، والسلام عليكم.